نازحين من صنعاء إلى مارب، وولد في مارب وتعب علينا، الحين عند الضمو وهو تحت العلاج تحت التمارين الطبيعية، ما بش أي منظمة تساعدنا في هذا الشيء. قدمنا ملفات لا جميع المنظمات ولا حد اعتمد له أي شيء مساعدة. أنا حوالي سنة هكذا تعيبة، كان بعض كان ما أقدر أنام إلا بمهدأة، ما كان أقدر أنام وأنا مبطح، كان أرقد هكذا يعني، وكان أحس في آلام لا يعلم بها الله. والحمد لله صرنا حضرموت عند الدكتور علاء، ترى عملوا لنا هذا عملية في العمود الفقري، والآن أحس ألم في رقبتي وتحت الركبة، وعندما أعمل هكذا أشد جراح أعصابي. نحن نعاني في مخيمة النازحين، وخاصة في تجدد المعارك في الآونة الأخيرة هذا، مما يزيد معاناة الأطفال، حتى معنا البنت هذه الصغيرة والله كل ما تسمع الجارح أن تقوم من نومها، ونخاف أن يعني أن تقترب مننا من المخيمات المعارك والمواجهات هذه، هي الذي تسبب يعني آلام في الأطفال والنساء والشيوخ. خيمة أنا شل هنا استي، وخيمة أنا شلها استي، وذا الحين قد احنا بين هذه الخيمة مشططة، قد انتم تبصروا كيف هي، قد ناشدنا المنظمة كلها لا شيء عينوا لنا خيمة ولا شبكة ولا ما يفعلوا لنا، والله ما حد عيننا.